lanjutan terpotong tadi. Maaf ya teman-teman. Waqimus sholata wa atuz zakah. Fama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. وقالوا لن يدخل الجنة إلا ما كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله ما تعملنا بصر وقالوا لا ينوي جنة إلا ما كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أظلم من عمل مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لم في الدنيا خزي ولم في الآخرة من خلاق الله المشرق والمغرب فأين بعد ولوا ثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه من له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية وقال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلنا لكم رسولا من يوقن بشيرا ونذيرا ولا تسكوا عن أصحاب الجحيم ولم تروا ضعفاك اليهود ولا النصارى والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسها شيئا ولا يقبل منها أجر ولا هم توفون شفاعة من ينصرون إذ ابتلى إبراهيم بني ويعقوب يا بني ربوا كلمات يا فاطمة قال إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا تطهر من مقام إبراهيم وصلى فأخذنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ظهر بيتي الأطفال قال أكفينا وركعي السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ما كفر قومته قليلا ما أقطعه إلا عذاب الله بئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا ما سمع نفسه ولقد استوفيت